السلام عليكم، اهلا بكم حبايبي. فيديو جديد هنتعلم مع بعض، فيديو قصير جدا عن طريقة ربط الخيط ببعضه. وعشان نغير الالوان ونبدأ لون جديد هنعمل طريقة سهلة وبسيطة جدا. تمام، احنا الخيطين قصاد بعض بالشكل ده، بنجيب الخيط منهم ونربطه ربطة عادية، بنفوته كده نربط ربطة عادية جدا. تمام، بالشكل ده. طبعا الخيط بيكون مقاس واحد. الخيط التاني بنجيبه برضو وبنربطه بالشكل ده ربطة عادية. تمام، بنشد الخيط من ناحيتين بالشكل ده، هتربط معاكي ربطة عادية بس الاتنين مع بعض. شايفين بالشكل ده كده؟ انتي بدلت الخيط والزيادة. انا بجيب مقص بقص الزيادة معايا بالشكل ده. بقى انا كده عملت الخيط وبدلته، بعملته بلون تاني علشان ما يبقاش باين في الشغل وانتي بتعملي. ودي تاني مرة اعمل ربط الخيط ببعضه بس انه بيجي بالالوان. تمام، ان شاء الله يكون الفيديو سريع وبسيط وتعلمنا حاجة جديدة. الى اللقاء باذن الله.